سريعا للزميل العزيز فاروق صلاح من ملعب المباراه، نتعرف منه على اخر الاجواء قبل انطلاق المباراه. مساء الخير يا فاروق. من جديد بجد التحيه بيك يا كابتن ايمن وبضيوف مصر الكابتن شريف عبد المنعم، الكابتن اسامه عرابي، الكابتن عادل عبد الرحمن، والكابتن احمد بلال. وطبعا يا كابتن ايمن انا عارف خلاص ده وانطلق المباراه، مش هطول على عليك اكيد ولا هطول على كباتننا، اكيد كلنا بنستمتع بحديثهم عن الرؤيه الفنيه لهذه المباراه. عايز اطمنك على اخر الامور والمستجدات هنا في ملعب المباراه. خليني في البدايه اقول لك قرار اكثر من مميز وقرار موفق جدا، سواء التنسيق اللي تم ما بين مجلس الوزراء ورابطه الانديه في تاخير موعد انطلاق المباراه للساعه 9، اعتقد امر مميز جدا. شايفين نسمه هواء في الملعب، التوقيت مميز جدا لهذه المباراه، نستمتع بمباراه الاهلي وبيراميدز. عايز اقول لك الاجواء الجماهيريه او جمهور النادي الاهلي هنا بيعمل ملحمه. كلامك يا كابتن ايمن وكلام الاعلام او كلام يعني منظومه الاعلام في النادي الاهلي بدور الجمهور، النهارده الجمهور بيلبي النداء، جماهير النادي الاهلي بكامل الساعه الرسميه المحدده للنادي الاهلي النهارده بتملا جنبات استاد القاهره، بتؤازر وتساند فريق النادي الاهلي، بتاكد على اللاعبين الدوري بالروح بالدم بالروح، الدوري مش هيروح. اعتقد رساله مهمه جدا. عايز اطمنك ايضا على عمر كمال، يعني اثناء تواجدنا في مقر اقامه فريق النادي الاهلي شعر طبعا عمر كمال باعياء ونزله معويه حاده، فضى طبعا الرئيس الجهاز الطبي الدكتور احمد جاب الله الذهاب بعمر كمال لاحد المستشفيات القريبه من مقر اقامه الفريق. بطمنك عليه وموجود حاليا في المستشفى يتلقى يعني العلاج والامور اللي محتاجه في الوقت الحالي. ان شاء الله يعني النهارده بعد المباراه يخرج او غدا صباحا باذن الله، لكن بطمنك الامور كلها مميزه وانتظار يعني ان شاء الله ان لعيبه النادي الاهلي تحقق الانتصار في هذه المباراه باذن الله. طبعا انا موجود معاك يا كابتن ايمن لو في اي استفسار او اي تساؤل. شكرا جزيلا فاروق.